قول لي الاول انت مرتبط ولا لا؟ يعني انت من ضمن الكحيانين صح؟ اه بالظبط كده. قول لي انت من ضمن ايه؟ من ضمن الايه؟ انت قول لي انت من ضمن ايه كده؟ انا من ضمن الكحيانين. مرتبط. بتحب ولا خاطب؟ لا بحب. لسه ما خطبتش يعني؟ بحب وخاطب الاثنين. لا كحيان الصراحه. لا مش مرتبط. لا ولا حبيت قبل كده؟ ولا عمر حبيت. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا سنجل. ما فيش ولا مره قبل كده حبيت ولا ارتبطت ولا جربت؟ لا اكيد كتير طبعا. ايه كتير طبعا. لا انا مرتبط. خاطب ولا بتحب ولا ايه القصه؟ لا بحب لسه داخل في علاقه من قريب. لا مش مرتبط. وانت ايه رايك في موضوع ده الحب؟ بتاع الناس الفاضي. هو الحب حلو عامه بس انت فاهم لسه يعني ما شفناش اللي يستاهل يعني الحب. لا دي لازمه طبعا. ما هو انت ممكن تحبها بقى ويعني انتوا بس لحد ما تكبروا تتجوزوا بس فهو كده بقى ليه لازمه يعني. حاجه ضروريه وحاجه حلوه وهي الحياه وهي الدنيا مع الناس اللي تستاهل مش كل الناس. لا حاجه تافهه بالنسبه لي حاجه تافهه. ازاي يعني؟ ملوش لازمه. شايف انه ملوش لازمه. الحب مش افعال او مش كلام، هو افعال. بص هو عيد الحب ده هو بيقرب العلاقه عن بعض، يعني مثلا بيقرب قلبين بيحبوا بعض، فممكن مثلا اللي هو ايه تقرب العلاقه ما بين بعض، اللي انت تجيب لها هديه تجيب لك هديه الكلام ده تقربوا عن بعض اكتر، فحاجه كويسه يعني مش وحشه. صح. طيب دلوقتي افترضنا ان انت مرتبط وهي اتقمصت منك يوم 14 اللي جاي عشان انت ما جبتش هديه، رد فعلك هيبقى عامل ايه؟ اللي هي اتقمصت منك زعلت؟ عادي اجيب لها بقى، خد على قد عقلها. حار. ايه اللي هيحصل بقى؟ حار. خناقه بقى وزعل وقمص وتقعد تصالح سنه. مش هتتخانق فاهم؟ اكيد ما حدش بيطلب ان اللي قدامه يهتم بيه فاهم؟ بس هي زعل وحواره. انت شايفها حاجه ضروريه بين اي حد مرتبط؟ حاجه تقدير يعني. ضروريه؟ لا تقديريه. مش ضروريه. لا هجيب طبعا. هجيب ايه؟ لا ساعتها بقى اي حاجه، اي حاجه تفرحها وخلاص. لا هتصرف فلوس اجيب لها. طبعا. هو انا ممكن اشوف هي بتحب ايه وابقى بس وهقوم جايبه لها يعني. هفش السكه. والله الصراحه احنا اعيادنا معروفه يا اخويا فاهم، احنا مسلمين وشرقيين اعيادنا معروفه، العيد الكبير والعيد الصغير، غير كده مفيش اعياد وما اعترفش باي عيد تاني. هرضيها بقى فاهم، اي شوكولاتايه بتاع اي حاجه بقى تشربني. لا انا من نوع ان انا سيد شويه في نفسي، فبالنسبه لي مش هيبقى فارق معايا. اعمل ايه ولا باليد عيله؟ لازم ارضيها. هترضيها ازاي؟ ده معرفتي دي بقى، ارضيها زي ما ارضيها بقى. موقفي دلوقتي اللي انا بصراحه مش عارف اعمل ايه، بس انا بصراحه اللي انا ناوي اعمله اللي انا هقفل التليفون. عشان معكش فلوس؟ والله هقفل التليفون بس. لا يا لو بتحبني طبعا مش هتزعل مني، اصل انا مش هضحك على اللي انا مثلا شاب اللي انا مليونير ولا انا هخرجك ولا هوديكي فرح، انا معيش فلوس. انت لو بتحبيني هتعذريني بس.